انت مصمما على موقفك انه ده اهدار للثوابت الوطنية او ربما تعبيراتك تتجاوز ذلك يعني؟ اتفضل. اولا الاستاذ طبعا يعني موقفه طبيعي جدا، ده صاحب شركة سياحة وده طبيعي انه هو حتى رغم ارثوذكسيته انما بياخد تأشير او موافقة الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية لان ده عمله. انما القضية ليست قضية واحد بيسفر حجاج مسيحيين أو شركات سياحة. على فكرة شركات سياحة كسرت هذا العام طبعا مع تقديري للعدد، لأن أنت أدرى بس حسب رصدي كسياسي في الشارع المصري. يعني لما أتكلم أنا مثلا عن البلد بلدي في أسيوط، عدد الزائرين هذا العام أكثر من تضاعف عن العام السابق. هذه بقى رصد سياسي، ماليش دعوه انا بالارقام سينا او مصر للطيران. بلا شك هناك اسباب سياسيه وعاطفه دينيه زي ما قلت سعادتك، ومتغيرات واقعيه في الواقع الاقليمي والعربي ادت الى زياده اعداء الاقباط الذين يذهبون الى الاماكن المقدسه. منها بلا شك زيارة البابا تودروس للصلاة على جثمان مطران القدس، وإن كانت مبررة كنسيا وقلنا الكلام ده على هذه الترابيزة، ولكن بلا شك له تأثير معنوي وعاطفي لدى المسيح الذي يريد أن يزور الأماكن المقدسة، خاصة المسيح الذي لا يوجد لديه ما يسمى بالرأي أو الموقف السياسي. يعني هناك قطاع من الأقباط يذهبون إلى القدس من خلال العاطفة الدينية، وإن أروح أزور الأماكن اللي فيها السيد المسيح إلى آخر هذا الكلام. ولكن بلا شك المناخ العام السياسي هو الذي جعل هذا السفر، يعني مثلا بابا شنودة ساعة ما منع زيارة القدس كان هناك زخم سياسي معين يتواكب مع هذا المنع. قرار المنع كان له تأثير سياسي ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي بشكل ملموس ومحسوس. ولكن دعني أقول أن قرار البابا شنودة كان قرارا فرديا من منطلق وطني سياسي وليس من منطلق ديني، مما جعل المجمع المقدس يخضع لهذه الرؤية باعتبار أن مكانة البابا شنودة وكاريزمة البابا شنودة وشخصيته كان ذات تأثير مباشر على المجمع بشكل عام، رغم أن الكنيسة عندنا كنيسة مجمعية وليست كنيسة بابوية، بمعنى أن الذي يدير الكنيسة المجمع كله والبابا رمز. ولكن بلا شك دعني أقول وليس جازما ولكن هذا تصوري من خلال رؤيتي الخاصة، أن كثيرين في المجمع المقدس لا يقتنعون بقرار البابا شنودة، وفي داخلهم ليس هناك موقف سياسي مع القضية الفلسطينية بشكل عام. إذن هنا الموقف السياسي هو يخص القضية الفلسطينية، والتهاون في القضية الفلسطينية هو أحد مظاهره ذهاب إلى القدس، وأحد مظاهره أن أحوز إلى تأشيرة من السفارة الإسرائيلية سواء كانت في الجواز أو بتأشيرة منفصلة. مظاهره أن أتعامل مع الإسرائيليون بلا شك، حتى حسب ما بيقول الأستاذ هو معه فلسطينيين، ما في فلاك فلسطين بياكلوا عيش، ولكن هو بيتعامل، هو بينزل تل أبيب، هو بيتأثر، هو ما احنا انا كسياسي راصد انه بيجي يبقى مبهور، يقول لك تل ابيب والنظافه والاسرائيليين دول تمام واسرائيلنا النظاف، لا واسرائيل تقول احنا نموذج للحريات الدينيه بدليل ان المسيحيين، خلي بالك بقى والاخطر بقى ان هذا الانبهار التلقائي، خلي بالك الانبهار التلقائي للبسطه اللي من الصعيد والناس اللي هم لهمش فكر سياسي واللي بيطلع اول مره يركب الطيار وينبهروا بيشوف كأنه طلع بره بلد بعيد عن مصر فيحصل الانبهار الذي يحدث لكل مصري. طبعا بلا شك أن هذا الانبهار بشكل غير مباشر بيقابله عدم انبهار بالآخر صاحب المشكلة. هنا المشكلة إسرائيلي وفلسطيني أحساس بالدنيا، فبالتالي عندما أنبهر بطرف يبقى بشكل غير مباشر أنا لا أنبهر بالطرف الآخر، خاصة أن هناك ودي نحكي فيها طبعا أن هناك حسب وجهة نظري مشكلة فيما يسمى تجديد الفكر الديني المسيحي الذي أدى إلى هذا التعاطف الغير مسبوق
ليس لزيارة القدس فقط، ولكن تأثيرات أخطر من ذلك على المستوى السياسي بل على المستوى العقيدي المسيحي. هناك خطأ في فكر دين مسيحي جعل هناك بشكل غير مباشر قطاع لا يستهان به غير داركين ومدركين أن هذا الفكر الديني بيجعل بعض المسيحيين يتصورون خطأ حسب العهد القديم، وهو أحد كتب المسيحيين عهد قديم وعهد جديد، ومن منطلق آية تقول المسيح بيقول جئت لأكمل لا لأنقض، فهنا التفسير الخاطئ يتصورون أنهم جاء يكملوا على العهد القديم تكملة للعهد الجديد، وبالتالي التكملة هنا لا تقصد النص الحرفي لأن الحرف يقتل أما الروح فتحيي. التكملة هنا في فكرة الألوهية، فهل العهد القديم وما في العهد القديم يتسخ مع العهد الجديد؟ العهد الجديد الذي لخص في الموعظة على الجبل حبوا أداكم باركوا لعنيكم احسنوا مبغضيكم، هل هذا يتسخ مع أحد أصفار العهد القديم التي تقول إذا دخلت مدينة اقتلوا رجالها ونساءها وأطفالها وبقرها وجود؟ أنا يعني بقول التشبيه، إذن ليست تكملة حرفية، هي تكملة روحية لفكرة الألوهية. طب هنا بقيت التكملة الحرفية والتي أدت إلى ما يسمى بالاختراق الصهيوني للمسيحية، أن فكرة التوراة أن هؤلاء شعب الله المختار، أن أرض فلسطين هي أرض الميعاد، أن الله وعدهم بهذه الأرض، رغم أن هذا ضد العقيدة الأرثوذكسية، والبابا شنودة الثالث قبل أن يكون بطريركا في 1968 في انقلاب الصحفيين كانت محاضرة رائعة عن رأي المسيحية في إسرائيل أو إسرائيل في رأي المسيحية، وأكد وهذه العقيدة الأرثوذكسية للكنائس التقليدية أنهم ليسوا شعب الله المختار وليست هذه أرض الميعاد، وإذا كانوا شعب الله المختار فماذا نحن؟ هذه الفكرة للبعض العاديين يتصور أنه ما زالوا هؤلاء شعب الله المختار وبالتالي يتعاطف معهم، خاصة أن بعض التفسيرات المغلوطة للفكر الصهيوني الذي اخترق المسيحية أن الهيكل لابد أن يعاد بناؤه حتى يأتي المسيح ثانيا، فبالتالي لابد أن تشجع على مجيء المسيح، أن تشجع بناء الهيكل، وإذا شجعت بناء الهيكل لابد أن تشجع الإسرائيليون لكي يبنوا الهيكل ضد الحق الفلسطيني المنقوص. ونكمل عشان ما يبقاش طيب طب هاخد ده موضوع يعني ملوش علاقه بالسياحه ولا الكلام، انا سياسي ما ده موضوع اتفضل لا يعني احنا بنحترم موقفك، دخلتنا السياسه، بدخلك دي بدخل انا نفسي وبدخل المشاهد بدخلك انت، يعني ده موضوع ما يشغلكش. يعني هل